حصرياً تركيا تنشئ ثالث أكبر مطار عائم فوق البحر في العالم والأول في أوروبا. رسمياً الأتراك بلطوا البحر. بعزيمة قوية وبإرادة استمدها الأتراك من رئيسهم رجب طيب أردوغان، بلط الأتراك البحر لإنشاء مطار عائم هو الأول في أوروبا والثالث على مستوى العالم في مدينة أوردو جيريسون التركية، ذات التضاريس والتركيبة الجغرافية القاسية التي تجعل من الصعوبة بمكان إقامة مطار على الأرض. اتجه الأتراك لتنفيذ مشروعهم الرائد في البحر. بلغت كلفة المطار 350 مليون ليرة تركية. بلغ إجمالي وزن الحجارة التي استخدمت لردم البحر 36 مليون طن، إنشاء مطار بعرض 45 ألف متر ومدرجات لهبوط وإقلاع الطائرات بطول 3000 متر. يخدم هذا المطار كلا من ولايتي أوردو وجيريسون المطلتين على البحر الأسود شمال تركيا. تبلغ المساحة الإجمالية للمطار 2,800,000 متر مربع داخل البحر، ويبلغ متوسط عمق منطقة ردم البحر 28 متراً، مما يجعلها مقاومة للزلازل. أجريت الدراسات تحت إشراف الغواصين وفقاً لحسابات التيار والأمواج، وتم الانتهاء من ردم البحر الذي يعادل ارتفاع مبناً من 10 طوابق، واستخدم 100 مليون طن من الحجارة في 4 سنوات ونصف. كما غير ملء مطار ريزي أردن البحري، والذي من المتوقع أن يستخدمه 3 ملايين مسافر سنوياً، مساحة تركيا البالغة 783,562 كيلومترا مربعاً. وبينما زادت مساحة الدولة بأكملها بمقدار 2.8 كيلومتر مربع، انعكس تكوين الكتلة اليابسة التي ظهرت مع ملء البحر أيضاً في صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها مؤخراً. وتؤكد الحكومة التركية أنها تعتزم افتتاح المطار في غضون 3 إلى 4 أشهر فقط.